أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف،
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قوله تعالى: ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. في ظلل من الغمام أي طاقات من السحاب الأبيض الرقيق. الذين استجابوا لربهم لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. من بعد ما أصابهم القرح أي من بعد ما أصابهم القرح أي نالتهم المساءة يوم أحد. نالتهم المساءة يوم أحد. المساءة؟ نعم. ما نوع المساءة؟ نعم. جراح. جراح. أحسن. الجراح. نعم. فلا تأس على القوم الفاسدين. فلا تأسى أي فلا تحزن ولا تتأسف. أحسن. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وجنبني أي ابعدني ونحيني عنها. أبعدني ونحيني عنها. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ونأى أي لوى إطفه تكبرا وإباء وإنادا أو إباء. أحسن. نعم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم.
حصب جهنم أي حطبها ووقودها الذي به تحيج ووقودها نعم إن في هذا لبلاغا لقول العالمين نعم لبلاغا أي كفاية أو وصولا إلى البغية أحسنت قالوا لا ضير أي لا ضرر علينا فيما يصيبنا أحسنت أشحة عليكم أي بخلاء عليكم بكل ما ينفعكم أحسنت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة حسنة أي قدوة حسنة أي في التبري من الضالين حميدة في التبري من الضالين حميدة نعم في كل شأن أو في كل أحسن نعم نعم وقال ربنا عجل لنا قطنا قطنا أي نصيبنا من العذاب الذي أوعدته أحسنت وإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون أي لا يملون التسبيح أحسنت ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم كلمة الفصل أي الحكم بتأخير العذاب بهم إلى ماذا؟ إلى متى؟ إلى أين؟ الحكم إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. نعم. وقال عذاب السموم. عذاب السموم. أي نار جهنم النافذة في المسام. نار جهنم. نار جهنم. أم هم المسيطرون. الأرباب المسلطون أو الغالبون. أحسنت. والنجم إذا هوى. إذا هوى. إذا غاب وسقط أفتجادلونه فتشكونه قل يا أيها الذين هادوا أي تدينوا باليهودية المعصرات وأنزلنا من المعصرات السحائب الذي حان لها أن تمطر أحسنت الآن السؤال الأخير يقول الحق سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما إعراب تسليما تسليما أي ويسلموا تسليما أي حال كوني ويسلموا تسليما تسليما مفعول به مفعول به الثاني ويسلم تسليما مفعول مطلق أحسن ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله جماعة